طبعا وجودنا اليوم في هذا المؤتمر يشكل وجود مب على شكل بس وطني، على شكل عالمي. والرعاة اللي موجودين معنا من شركة مبادلة، من CNN، ومن المؤسسات اللي موجودة مثل وزارة التربية ووزارة الرياضة، ساعدونا على توصيل هدف هذا المؤتمر إلى العالم الخارجي، لأن الإمارات هي الدولة السباقة حاليا في موضوع الدمج. فاليوم نحن ليش تجمعنا هنا في جامعة زايد، ويجمعنا أكثر عن 170 شخص من حول العالم وأكثر عن 30 دولة، لأن نبى نراوي كيف الإمارات في فترة قصيرة قدرت تدمج في التعليم بشكل سوي من الألعاب العالمية في 2019، وطبعا رعاية الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه اللي عطانا هذه الفرصة. فنحن اليوم كشباب موجودين اليوم هني، وكشبان وكمجتمع عالمي، سعيدين في هذا التواجد. المخرجات اللي متوقع ان نحن يكون عندنا مثل ما تقول تحديث العوامل في مجال التعليم للعالم الخارجي. فنحن ما قاعد نفكر بس اليوم في أنفسنا، والدولة وقيادتها ما قاعد تفكر بس في نفسها، تفكر في نفسها وفي العالم اللي حولها. والدليل هو أن هذا المؤتمر كان في فوق 300 شخص اللي جايين من حول العالم. فالرسالة مو موجهة بس حق الشعب الإماراتي، الرسالة موجهة حق العالم. ونحن شو العنوان اللي حاطينه اليوم نحن، هو ندمج للغد. فنحن ما قاعد نفكر بس في الدمج الحين، قاعد نفكر في المستقبل، في الأجيال القادمة، وماخذين الشباب كهم سفرة لنا في هذا المجال. بروفيسورة إيمان جاد، أنا عميدة كلية التربية بالجامعة البريطانية في دبي، واليوم دوري كأحد أعضاء المجلس العالمي للأبحاث والدراسات في العلوم الدامجة في التربية والتعليم. تركز البحوث على عدد من الجوانب، ولكن أهم جانب هو استخدام الرياضة كنوع من أنواع الدمج التعليمي. يعني المظلة هي مظلة التعليم، ويأتي تحتها الرياضة، أو تأتي تحتها الرياضة كنوع قناة أو بكورة، شيء يعني تلتزم به النظم التعليمية لدمج الرياضة في التعليم، وبنسميها يونيفايد سبورت، وهي رياضة يعني مقلة للجميع، الجميع مرحب به. الرياضة معبرة عن المجتمع، واليوم الحقيقة يعتبر يعني احتفالية بالقدرات المختلفة في هذا المجال.